المخزون بتاعه، خاصه ان الاعمار كبيره. بالظبط، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه من بدايه اللقاء يا كابتن احمد. حضرتك قلت كلمه مهمه جدا في بدايه اللقاء، يمكن لخصت احداث المباراه، ان اسبانيا بتلعب كل مباراه على قدها علشان هم اعمارهم بالزبط. كبيره، فمش عايز يخلص المخزون البدني بتاعه. ما هو ممكن يقول لك طب واطلع واعمل واعلى بالسكور، بس هيجي الشوط الثاني مصر هتعرف تجيبه بسهوله بالزبط. جدا عشان الاعمار بتاعتنا احسن. بالظبط، بيقدر يقسم مجهوده على الستين دقيقه، عشان كده شفنا في خبرات. الاخر هي دي الخبرات طبعا. اسبانيا اشتغلت في البطوله دي على خبراتها مش فعلا. على البدني فعلا. لان هم بدنيا مش احسن حاجه نظرا لاعمارهم، اشتغلوا على خبراتهم، ان هو بالزبط. ازاي اوزع البدني، ازاي امتى اخترق، امتى هدي الملعب، امتى اوقف سرعة الفريق اللي قدامي. فعلا اشتغلوا فعلا. على خبراتهم طوال البطولة. طيب لو جينا للتحكيم، شفت التحكيم النهاردة ازاي؟ خاصة ان اختيار الحكام كان ألمان، هل لو اخترناه من قارة تانية اصلا غير اوروبا وافريقيا كان هيبقى احسن؟ بصي، من احسن الحكام الفير في العالم الالمان. الالمان يمكن عمليين، وبعدين حتى ما بيسندوش صاحب الارض. احنا يمكن روسيا ومصر في 99 في مصر ما كنا حكمونا المان، فيش مجاملات خالص، ما بيجاملوش خالص. النهارده حتى يمكن في كوره كده يمكن اللي هي اتشاطت من اول جون جابه قداح، جت في العوده من جوه حسبوا هدف وطلع للفار وشاف الكوره لقاها فعلا الكوره معديه، اثبت ان هو الـ يعني الهدف صحيح. لا، هم النهارده انا شايف ان هم يمكن يعني في توقيتات كتيره جدا يمكن كانوا يعني يكاد يكون ما فيش اخطاء، وحتى الاخطاء لو في اخطاء يعني طفيفه على اسبانيا او على مصر اعتقد غير مقصود، لان هم تملي الالمان عندهم حته كده ان هم يعني نرجسيين شويه وبيحبوا نفسهم شويه، فاعتقد ان ما كانش في اي حاجه في التحكيم من وجهه نظر يعني. ممكن حد تاني يقول ان في اي مشكله، بس انا اعتقد يعني حضرتك شايف انه حتى لو في اخطاء كانت علينا وعليهم. بالظبط. اللي هي بتبقى نظرا لتوفيق الحكم خلال المباراة. فعلا مفيش مجاملة، مفيش مجاملة، هو لا يقدر يجامل الأسبان ولا يقدر يجامل. وأنا ممكن قلت طبعا الدكتور حسن موجود، يمكن وجوده طبعا على رأس الاتحاد الدولي، طبعا صعب جدا إن مصر تتظلم، ممكن شفنا يعني بناخد حقنا يعني يعني بما يرضي الله يعني، لا بتزيد ولا بتقل. فانا شايف ان الامور لا الامور التحكيم ما فيهوش اي مشكله خالص. فالعادي اكيد احنا مش عايزين اكتر من حقنا، احنا عندنا منتخب أكيد. محترم طبعاً. جدا، عايزين بس ان هو يبقى الموضوع فير، لان هم اصلا ما شاء الله منتخب واعد واحنا فخورين بيه. انا عايز اقول لك حاجه يعني الالمان مشرفين بجد، شرفوا ورفعوا راسنا طبعا يعني. ممكن انا اقول لو حكم مثلا ليه دور ان هو لسه احنا في المجموعات وممكن عشان الفرقه دي ما تقابلش وبتاع، وانما خلاص يعني البطوله يعني انتهت يعتبر النهارده تحديد مراكز، وحكام المقدونيين هم اللي هيحكموا الماتش النهائي. فاعتقد يعني حتى ما فيش اي حاجه ممكن نقول الحكم بيعملها عشان مثلا لالمانيا او عشان احنا كسبنا المانيا، ما فيش الكلام ده خالص.